لو دويل. هاي لو دويل بين حسين الحاج علي والدوك. هاي سي حسين اسالنا وديجا هي على الديوان اف ام لايف، كيفاش تشوف حظوظ المنتخب التونسي في التاهل الى كان 2025؟ باش نسمعكم انتم بعد نعطيكم لي برونوستيك اللي قالوها الاولاد في الديوان اف ام لايف. سينو حسين 3-2-1 كيفاش تشوف حظوظ منتخبنا في التاهل الى كان، وافره والا ضئيله وعلاش؟ تفضل. عمري ما كنت نتخيل روحي في حياتي في مجموعه كما هذه نحكي على تاهل. الله غالب. ونرجع نقول لك مره اخرى، وقت اللي حكينا شهر التالي قلت الاداء ولا النتيجه، قلت لك بالاداء هذايا تولي النتيجه تخوف. النتيجه تغطي راو برشا حاجات نتاع ماتشات الفارده. اليوم انا كي نشوف روحي نخسر مع الكومور في تونس ونتعادل معاها، وكنت اقرب للهزيمه من التعادل، سي نورمال نخاف من مدغشقر ونخاف من غامبيا، نولي نخاف من التاهل. انت هل ثم واحد في تونس، واحد بركه في تونس بما فيهم اللي يعيشوا في المنتخب ومدرب المنتخب ولاعبين المنتخب يقدر يضمن لك اليوم يقول لك فم المليان انا باش نربحوا لي دو ماتش جايين؟ لا منطقيا قبل مع غامبيا ومدغشقر وكومور شنو متي راجو سور قداش؟ لا قداش فارق الاهداف؟ لا دونك اليوم باش تقول لي انت متخوف انا متخوف انت عندك شك انا عندي شك وكل شيء ممكن، إن شاء الله يا ربي ما نوصلوش للوضعية ذي. أما اليوم بأسوأ نسخة ريناها للمنتخب التونسي كل شيء أصبح ممكن. انتهى التوقيت. هيا دكتور بعد باش نخليه الكلمة في الديبال رشيد الزمرلي. دكتور حكينا البارح برشا قبل المقابلة، تفرجت على المقابلة، سكور ما بعد المقابلة، كيفاش تشوف حظوظ منتخبنا في التأهل اللي كان 2025 وافرة ضئيلة دكتور 3-2-1 فضل. اول حاجه حبيت نقول اللي كونه حتى بعد الاداء المخيب للامال على الاخر تاع زوز مباريات الاولانيين 6 نقاط قلنا هنا كنا نقولوا الاخر نترشحوا بعد يعمل ربي دليل اونورا عام كامل في دينا باش نصلحوا خاطر كاس افريقيا في ديسمبر 2025 عام وشوي وزيدك زياده في زوز ماتشات اللي ربحتهم تونس لي كونكورون تاعها عملوا اكسوات مع بعضهم معناها ما فماش خير من هكا سيتوياسيون فافورابل ما رانا اللي كي نخسروا الماتش كونتر الكومور في معناها في رادس تعقد برشا الامور واني شو قلت لك البارح ولا قلت لك لازمنا نلعبوا باش ما نخسروش خاطر كي لا قدر الله خسرنا البارح راهي الكومور راهي وليت بثمانية نقاط واحنا ستة احنا خمسة واحنا لا ستة وغامبيا غامبيا بخمس معناها رانا ولينا الثانيين ولينا فهمتي في مشكلة كبيرة عاوز وبالتالي احنا مازلنا في مشكلة كبيرة توا خاطر عندنا ماتش مدغشقر توا جاي قدا عندها مدغشقر عندها دو في نوفمبر لازم تروح ماتشات نتاعها مازالت معناها في الكورس مازالت تروح ماتشات دونك معاها هي ماتش الجاي مدغشقر لازمنا ناسيور لي 3 بوان خاطر كاين لا قدر الله كاين لا قدر الله ما نربحوش مع مدغشقر نعملوا اكس ولا نخسروا راهو عندنا فينال مع غامبيا في رادس نرجو هنا ما تعرف احنا اشاك فوا جاونا دي فينال في رادس تحت الضغط نذكرك في ماتش ليبيا نتاع الكوب دي موند نتاع 2018 شنو صار؟ هاي انت توقيت دكتور باش نحكيو بالطبيعه على المنتخب شنو اللي صار؟ نسمعوا الكوتش فوزي البنزرتي نقاط ضعف المنتخب وعلاش شنو اللي تبدل بين لالي والروتور تو سويت في الفيزيوناج الفيزيوناج يلا قبل ما نبنيه الكلام اللي سمعناه على حسام من حسام والدوك على ديوان اف ام لايف شانل اليوتيوب كيف يشوف حظوظ المنتخب التونسي في التأهل اللي كان 46% قالوا وافرة 22% قالوا ضئيلة 32% قالوا غير مهتم هذا راهو اشكال كبير كي تلقى 32% من السونداج يقول لك مانيش مهتم بالسكور نتاع المنتخب الوطني التونسي نجم واحد ما يعرفش سبور راهو عادي معناها موجودين لكن كي يقول لك مانيش مهتم بالمنتخب الوطني راهو هذه اشكاليه اكثر من انه وافره والا ضئيله سينو نسمعوا فوزي البنزرتي المدرب شنو حكى البارح بعد المباراه ما كونسيبسيون دون لو جو سي توجور دو ريكولتي لو ماكسيموم دو بوين ا شاك ماتش On est venu ici, moi, pour récolter les 3 points, mais malheureusement, on a démarré très très mal le match. On a perdu pratiquement 20-25 minutes, maintenant on n'était pas mal de nous-mêmes. À la fin de la première mi-temps, pratiquement on a mis la pression sur le Comore. On a réussi quelques actions, on a atterri, etc. Oui, maintenant en deuxième mi-temps, on a insisté pour qu'on fasse le maximum. On a, malheureusement, on a commis une faute, on a encaissé un but. Il fallait maintenant chercher la victoire. Au départ, on cherchait la victoire, puis par la suite, on cherchait pratiquement le match, l'égalisation.
c'était pas facile. On sait que le Comore défend bien. Ce qui s'est passé, ça, en Tunisie, pratiquement, c'est une transition rapide. Ils nous ont marqué un but. Et la force du Comore, c'est la transition rapide dans les actions. Avec le temps, pratiquement, on a mis la pression sur le Comore et on a réussi à égaliser. Et par la suite, on a essayé de chercher la victoire. Et malheureusement, on a eu des occasions. On les a pas concrétisées. المدير فوزي البنزرت يعرف برشا نقاط قوة وضعف، يقول لك قوة في الترانزيشن رابيد بالنسبة للكومور. رايك ما بين حسام والدوكس يا رشيد، حظوظنا وافرة ضئيلة كيف شفت المباراة، كيفاش تحكيوا عليها؟ هي وافرة ليه خاطر ماتيماتيكمون ما عادش سهلة. جست معلومة، لعبة في مدغشقر في انتناري مدغشقر، فمش كون قال في الماروك هي لعبت الماتش اللي فات لعبته في المغرب هكا ولا ايه، والماتش اللي قبله لعبته في رادس. في رادس في رادس لعبوا لا وجوب الماتش اللي فات مع غامبيا لعبوا في المغرب في أيوة لعبت في رادس مع كومور عامت 1-1 تذكروا مع غامبيا 1-1 في مع المغرب 1-1 وغامبيا عدلت لها في 97 في المغرب المغرب ولا ما تعرفش ما دقاش ربي جوست تعقيب على لي كومونتير شبي فوزي بنزار تتكلم فرنسي راه الاولاد كونفرنس بريس صارت في الكومور معناها ندوه صحفيه صحفيين في الكوديفوار سامحوني هي في ديجا صديقنا رفقي بوسته كان تحاول الكوديفوار جوست مبعوث وحيد معناها غياب الاعلام دونك فوالا كونفرنس بريس راهي بالفرنسيه تكلم على جورناليست اللي في الكوديفوار تفضل عرشي تفضل كاو دونك احنا الوضعيه ما تعقدنا على رواحنا لكن ما نظنش كون المنتخب ما يتعداش للامانه معناتها يعمل خلينا نقول معناها 4 بوان يتعدى المنتخب ما للامانه ما نشوفوش معناتها ما يتعداش رغم النقائص والبرستاسيون الخايبه وعدم وجود فكره اصلا قاعدين نلعبوا في كومبيتيسيون مجهمينها على رواحنا احنا كومبيتيسيون والسبب في هذا هم الاختيارات نتاع الاطار الفني حسب رايي انا المتواضع خاطر اذا كان نحبوا معناتها السيون اذا كان نحبوا نحلوا ونطولوا اذا كان الوقت بعد خير يمكن لكن ما تخلينا رواحنا في وضعية متاع حساب بكري عطيت انت نوت في السونداج قلت 32 ولا 39% 33% غير محترم رقم كبير كبير برش واللي هي نعتقد معناتها أكثر منه ناس معناتها فقدت الأمل في المنتخب أكثر منه ماهيش مغرومة بالكرة راهي مغرومة ما فقدت الأمل في المنتخب على خاطر حياتنا الكل دوموا في الأعوام الأخرى أصلا ما كناش نتابعوا في الكاليفيكاسيون متاع الكوب دافريك ما نتابعوهاش معناتها الكاليفيكاسيون متاع الكوب دافريك يتعداو 24 12 مجموعة يتعدى الأول والثاني تقعد تحسب في السانكيام والسيزيام جورنيس كنت عدى سكولي مشكلة كبيرة برشا وانت تدو سيري فهمت هو حتى الماتشوات اللي ربحناهم معناتها ربحناهم عندي ديفيكولتي معناتها انا زيرو دقيقة 96 ودوزان بعد ما تعدلك الادفرسير فهمت حسام بارابور لليو روتور خلينا نمشيو بنظام لليو روتور كونتر الكومار معنا لي شونجمون توقعت وعمل دو شونجمون فقط حنا باع الخذا مكانه من الاول نورمالمون معاه شكون اخر ليس الصغيري فوالا دخل معناها بارابور المقابله نتاع رادس فما دو شونجمون كهو عملهم بعد عمل بطبيعه تغييرات كشريده من بلاصه بوشنيبه برمضان بلاصه الصغيري ايت ملك بلاصه المساكني بالمجرب كان سيف الدين الجزيري وفرجين بلاصه حنا باع اي هو ماتش لالي كان ممتاز ما يستحقش اكثر من زوز تغييرات ان شاء الله عملنا مردود ممتاز في رادس وخسرنا واحد شيء مع الكومور امس كان سؤال سونداج ونتوقع زوز وثلاث تغييرات ولا خمسه ولا سته برشا قالوا خمسه ولا سته على اساس مارينا مباراه الذهاب في رادس وخسارتنا مع الكومور مارينا حتى شيء كوره كنا كل كان نتوقع اربع خمسه تغييرات لي شونجمون اما كي تشوف زوز تغييرات بركه معناها وكأننا فرحانين معناها باللي ريناه وراضيين على اداء اللاعبين تفهمها تفسير اخر دكتور ولا رشيد يا اخي ثم منتخب في العالم اذا كان ما جاش مستسهل لا دوبل كونفرونتاسيون يضربوا له دوز اتاكاول تضرب له واحد داخل ما يجيش ما يعرفهمش اذا كان ما جاش مستسهل ويقول عندي الحلول البديله يهبط نادر الغندري بونتا ما ثم برشا استسهال وبرشا عدم جديه علاش ما تخليتش البنك نتاعك انت في مباراه العوده علاش زوج تغييرات بركه واش علاش ما تغليتش الواش جايب وندي البنك اي معلش ما تغليتوش معناها علاش جبتو انت ما تغليتوش معناها انت معناها يظهر بالكشف حتى في المنتخب فوزي بنزرتي معناها يطبق في سياسه زيرو تورن اوفر و14 برك يلعبوا حتى في المنتخب باهي مش مشكل عندك الدنيا. عندك الحق مي كي تبدا رابح والجمعيه ماشيه سامحني تبدا الجمعيه خاسره ومثلا مش روندمون يلزمك تبدل تعطي حق اللي على البنك واللي ما لعبوش نحب نسال سؤال باهي البارح السيدي تفرجنا على الفيديو متاع الفيدراسيون تونيزيان دو فوتبول اللي لخصت لنا فيه الرحلة متاع المنتخب في الباج ممتازة على الاخر الفيديو ما نعرفش كان شفتوها الفيديو من اللي خرجوا من الطيارة وكل شيء اني
البارح قلت والله العظيم خنثبت نشوف أنا نديس شنو الانديس بتاعي يوريو في الجوارات ركبين في الطيارة هم يترنيو طلعوا على التابيرولان هم منهم غادي هم شاولوا تيلا ودرشنوه كذي آي يا سيدي جيت ريونيون تكنيك بالك احنا غالطين ورفيعة وبالرمضان ما همش سير لي كوتي واحنا فهمتي ما نعرفوش نشوفه ولا ما نعرفوش نقدره ولا الواحد فهمتي ولا خبرته الكروية الكل بشي لوحها في البوبالة آي يا سيدي يوريو سي فوزي قاعد قدام التابلو عندي حطيتها لك كابتور ديكروت انا بعثلك قاعد قدام التابلو وحاطت الشيما متاع الفورماسيون أربعة اثنين بونس خيري بخر شوية على عيدوني مي اثنين كمام ثلاثة واحد معناها مكبشين انكور اون فوا في بالرمضان على اليسار عليني عندي التصوير عندي ماتش ما اسمعني ماتش البارح ولا ماتش الذهاب ماتش الروتور ما لعبش برمضان عاد البارح ماتش الروتور على الفكرة لا قال مكبش برمضان على اليسار واش قلت برمضان انت في جسمه لمساكني على اليسار لمساكني اي حسام فهمني 4 2 3 1 عندي 4 2 3 خريناها اعتراض لمساكني على اليسار ورفيعة على اليمين والافريعة على اليمين معناها صديقي هذه اون تكتيك ما عطاتش اكلها بأسمائها ضد المنتخب فهمتني كومور في الذهاب معناها لا بدلت اسامي ولا بدلت خطه تكتيكيه وحاجه اخرى دكتور شي يقول فرنساوي شي يقول فرنساوي عنده مثل ممتاز جدا ميم كوز ابوتيس او ميم ريزولتا لا وحاجه اخرى دكتور معناها انت تو تاتون اكوا نفس الشيء داير قالها سي فوزي قال عملنا ديبي الماتش خايب برشا 35 دقيقة ما كناش موجودين راهو في بالك جابوا ما جابوش فرصهم اما 3 كونتر 2 جابوا وضعيات تاع ترانزيسيون باس الاخرى غالطة ديما صحيت كيما اللي عملوهم في الالي كون جو ميكسبوز اني بسخيري والعيدوني وبالاربعة اللي التالي مع كامل احتراماتي البارح سون لو بوت تاع مرياح اللي منع له لا بريستاسيون نتاعو توت لا ليني ايتي اور سوجي اونكور اون فوا معاهم الحارس خاطر الحارس البارح لاباراد اللي عملها ضد غامبيا واللي عملها ضد مدغشقر ومنعتنا في المباراة البارح باراد أسهل منها وما عملهاش دونك دي زيرور كي سو ريبيت دي معناها فهمتي دي زاجستومون ما همش قاعدين يصيروا تجيب في حاج محمود محمد أنس تاع بارما تجيب في بلال ماجري بلال